تذكر إحدى أغاني الفنان سعدون جابر. ولكم وكبسوا. ها؟ ما عندي فكرة. زين، وأنت؟ نفس الحال والله. لا لا لا، زين، خلينا نشوف ديانا، ما عندك فكرة، ونشوف رأفت أغاني الفنان سعدون جابر، أغنية واحدة. يا طيور الطائرة. نعم. يا طيور الطائرة. خلينا نشوف. يا طيور الطائرة. نعم. يا طيور الطائرة وأعلى احتمال. إذن خلوا نروح لعائلة الأغا. تفضل عبد الله. يلا. هاي شنو هاي؟ شنو هاي؟ يعني فعلاً رأفت جايب قوة. سالي. ذكرينا إحدى أغاني الفنان سعدون جابر. يعني مو مال أغاني عربية. ما أعرف. ما تعرفي؟ لا. شو نقول؟ بس. خطأين وأنتوا تحضروا للجواب. إذن هذا أول خطأ. خلينا نشوف مريم. صراحة يعني ما أعرف أغاني صحيح. بس اعتقد اكو اغنيه اسمها الصغيرون. ها؟ اكو اغنيه اسمها الصغيرون. صغيرون؟ اي صغيرون. خلينا نشوف اغنيه. هذا الخطا الثاني. صغيرون رأفت. اغنيه للفنانه سيتا هاغوبيان. خلينا نشوف اذا رأفت شنو. اذكر لي احدى اغاني الفنان سعدون جابر. صراحة باس. ما أعرف صراحة. فاس. فاس فاس هو فاس. فاس يعني مو باس. إذن هذا الخطأ الثالث. وراح نجي على عائلة المختار. المختار بان. أنت إيش تقولين؟ فاس. زهراء. هاي الصراحة مو متأكدة بس ما أعرف يمكن أكو أغنية اسمها حبايبنا أو هيك شيء. أحبابنا أو حبايبنا. حبايبنا أو حبايبنا. عبد الله. باس. هسا الجواب يمج ثلاثتهم يعني بين زهرة قالت أكو هيك أغنية وبان وعبد الله ما عرفوا. أنت إيش تقولين؟ إجابة زهرة حبايبنا. ها؟ إجابة زهرة حبايبنا. حبايبنا. أحبابنا. خل أحبابنا حبايبنا. خلينا نشوف أكو أغنية. خطأ. إذن مبروك لعائلة الأغا.